دونك اليوم عملنا مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي السيد مصطفى بن جعفر، وحددنا الروزنامة نتاع الجمعة الجاية وأشغال الأشغال النيابي. نهار اثنين 9 تاع الصباح في مكتب مجلس برئاسة السيد مصطفى بن جعفر، ومن بعد المكتب اون باراليل معناتها هيئة السياغة قاعدة توصل في أشغالها، اللجان التشريعية ولجنة الفرس، لجنة الهيئة نتاع السياغة تخدم حتى كشي لحداش نتاع الليل، وباش تخدم بروبابلمون زاد نهار الأحد، باش تكون في الموعد نتاع آخر أفغير باش تقدم معناتها البروجي فينال نتاع الدستور. نهار 3 في الصباح باش نعملوا جلسة عامة باش نوصلوا الهيئة الوقتية للقضاء. في العشية أيضا اللجان التشريعية الفرز والتنسيقية. نهار 4 في الصباح جلسة عامة، وفي العشية تشريعية اللجان التنسيقية ولجنة الفرز. خميس وجمعة نهار كامل اللجان والتنسيقية ولجنة الفرز، ونهار سبت إن شاء الله معناتها المشاريع قانون إني ما نجمش يستناو. انظرنا زادة اليوم في مكتب المجلس وباش نواصلوا نهار 2 9 تاع الصباح مسهلة وجو النواب، والتي أضرت ردود عديدة اليوم في جلسة عامة وفي وسائل الإعلام، وقرر المكتب إصدار بيان ولا ندوة صحفية توضيحها على الإشكالية هذه اللي تشوه النايب واللي تمس بسمعة النايب والمجلس الوطني التأسيسي. وأيضا انظرنا على لائحة عفاء رئيس الجمهورية المؤقت السيد منصف محمد مرزوقي، ونهار 2 إن شاء الله في مكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي تقدم تم معناتها تقديم التقرير من طرف مكتب المجلس، ونظر في مشروع اللائحة من الناحية القانونية على أن يتم تحديد موعد الجلسة العامة في أقرب وقت. مدام كريمة سويد، اليوم الشعب التونسي الكل يتساءل فيما يتعلق خاصة بالنقاش اللي صار بين سيد منجي الرحبي النائب وسيد صاحبي عطيق رئيس كتلة حركة النهضة، إلى أي مدى ما تم ذكره اليوم هو صحيح؟ شوف، أنا معناتها كعضو مكتب رئاسة المجلس من نعطيش كومونيكاسيون ما غير معناتها من ناخذ قرار احنا كمكتب المجلس برئاسة رئيس المجلس الوطني التأسيسي، واحنا نحب نفض المشكلة هذه والإشكالية هذه والبروبليماتيك والبوليميك هذه ديفينيتيفمون افيك ان ارغومونتير كونسيكون ان ديزون كيس كي ا يو افون كيسكو المجلس الميزانية المجلس كيفاش كانت قبل، شنو المجلس اللي ديبونسي كيس كي ديبونس مينون، شنو الفرق ما بين قبل وتوا، وشنو معناتها لي زانديمنيتي اكطوال اللي ياخذوا فيهم اللي نتوما نوعت معناتها تعرفوا، واعطيناكم معناتها لافيش دانديمنيتي نتاع نايب في الخارج نتاع نايب في تونس اليوم تعرفوا معناتها اونيت سافي 2300 دينار، فهمتني؟ وهذا معناتها فما اشكاليه اخرى اون انكومبريونسيون، فما مشروع قانون ناقشوا فيه في اللجنة نتاع التشريع العام اللي هو يخص الاستقلالية الإدارية والمالية نتاع المجلس الوطني التأسيسي، وهذا السلطة الأصلية والعليا في المجلس الوطني التأسيسي، معناتها سي لو مينيموم كو دو دوموندي اون انديبوندونس فينانسيير اي ادمينستراتيف. مدام كريمة، آخر سؤال مش نخدم به معك، اليوم العديد يتحطوا على قرض اللي مش تتلقاه الحكومة من عند بنك النقد الدولي، وكان لنا حوار مع النائبة مبروك مبارك واللي حضرت وقالت انه فما دي كونسيكونس غراف على الايكونومي نتاع تونس. المجلس التاسيسي برمج شي جلسه للنظر في مشروع القرض هذا، وعلاش المواطن التونسي يتساءل ومن حقه انه يتساءل، معناتها يبوز لا كيستيون، علاش اليوم قرض معناتها بالوطئه هذه اللي انتيريسون عليه ما يتناقش في المجلس التاسيسي اللي هو السلطه التاسيسيه في البلاد؟ شوف، انت كي تجي تشوف معناتها قانوني هو وزاره الماليه عندنا الحق، فهمتني، دون الكاد معناتها دو سافوي دو روت باش تاخذ الامكانيات هذوما، نعرفش كيفاش تسميهم بالعربي، سي ديسيزيون لا، فهمتني، ما غير ما تفرضهم على المجلس الوطني التاسيسي. هذه الحاجه الاولى، هذه معناتها قانونيه. الحاجه الثانيه، زميل
زميلتي مبروكة مبارك اللي تبع ونسق مع الموضوع هذا قدموا في جلسة عامة، قدموا سامحني، قدموا في اللجنة نتاع المالية مشروع قانون اللي هي قاعدة تتبع فيه واللي هي عضو في معناتها في اللجنة المالية، ومعناتها نتصور كان فما وعندها لابوسيبيليتي زادة باش تعمل دي كيستيون أوغال أسهل شفائية للوزارة كونسيرني. معناتها نتمنى هذايا الكل معناتها باش يتفوت البوليميك هذه، معناتها تتوضح اون بون فوا بور توت كيس كي بون دون لو فيمي كيس كي نلي با. بيرسونيلمون معناتها انا جو ني با سيت كومبيتونس معناتها اون فينانس، نلقاها عند بعض النواب، كل واحد والسبيسيفيسيتي نتاعهم، كل واحد والتيماتيك اللي يركز ويخدم عليهم. مبروك مبارك اي دوتر زاد نجمو نقولوا سيمون جرحوي ودوتر معناتها ديبوتي وسليم بن عبد السلام في الكوميسيون دو فينانس اللي قاعدين معناتها يركزوا. الا دي مويان اوجوردي ا ديسبوزيسيون، المشروع قانون لازم معناتها تبعوا، ومعناتها انا طرحته في مكتب المجلس وقتاش صارت الاشكاليه كل مره، طرحت زادة في جلسه عامه وقتها صارت الاشكاليه، وتنجم زادة توصل اسهل شفائيه اون اورجونس للوزير الماليه باش ينجم يجي في جلسه عامه ويعطي التوضيحات كلير اون بون فوا بور توتس.